روشيتا رمضانية، كل من يعاني من الإمساك المزمن عليه بشرب الماء الدافئ، وممكن شرب نبات الرواند أو ربع ملعقة صغيرة من ثمار السنامكي مرة يوميا. كل من يعاني من ضعف الذاكرة والتركيز عليه بشرب خليط من منقوع إكليل الجبل والزعتر. كل من يعاني من هزال عام وضعف عام عليكم بشرب الشاي الأخضر وشرب نبات الكركديه.